قالت دائرة الجمارك الأردنية أن الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك حدود جابر وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة تهريب 565 ألف حبة من الكبتاجون المخدر قادما من سوريا. وتحبط الأردن بشكل مستمر عمليات تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية، مؤكدة أنها ستقوم بكافة الإجراءات لحماية حدودها وأمنها. حذر مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة من استغلال الأوضاع الهشة في سوريا وإقحامها في أزمة إقليمية لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للشعب السوري، والذي ما زال يعاني من تداعيات حرب دامية وزلزال كارثي. وأعرب المبعوث عن أمل بلاده بأن تعقد اللجنة السورية اجتماعاتها في أقرب وقت ممكن، مؤكدا على أهمية خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في أرجاء البلاد وتعزيز الحوار بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة. وفي السياق، أعربت نائبة المبعوث الأممي الخاص بسوريا عن قلقها إزاء إمكانية تصعيد أوسع نطاقا في سوريا، مبينة أن للنزاع بين إسرائيل وحماس عواقب سلبية على سوريا. صرحت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تغيب عن زيارته المقررة إلى تركيا الأمس الثلاثاء من دون أن تذكر السبب. ونقل موقع ميدل إيست أونلاين عن محللين يعتقدون أن إيران تنتظر من تركيا خطوات حقيقية عبر قطع علاقاتها مع إسرائيل في مجالي التجارة والطاقة. وأعلن أردوغان بنفسه في وقت سابق عن أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني إلى تركيا، بينما كان عائداً على متن طائرة من قمة لقادة الدول العربية والإسلامية استضافتها الرياض في 11 من تشرين الثاني وحضرها رئيسي أيضاً. أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين لوكالة فارس الإيرانية اليوم الأربعاء عن افتتاح أول مصرف إيراني في سوريا قريباً. وكان رئيس الحكومة حسين عرنوس قد بحث الأمس مع فرزين آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين سوريا وإيران في المجال الاقتصادي المالي والمصرفي وتسهيل التعاملات التجارية البينية للوصول إلى أعلى مستوى من التعاون في هذا المجال. ويتوسع التوغل الإيراني في المجال الاقتصادي في سوريا خاصة عقب زيارة الرئيس الإيراني دمشق وتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مع نظيره السوري. حذرت جهات إنسانية في إدلب وريفها من الانزلاق إلى مجاعة كبرى لا يمكن السيطرة عليها مع اقتراب موعد انتهاء حركة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وهي الشريان الأكبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. وكشفت الجهات عن تخفيض تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين اعتباراً من مطلع العام القادم، متوقعة أن تصل نسب التخفيض إلى مستويات تناهز 50% من إجمالي العمليات بسبب نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية. بدوره، صرح فريق منسق استجابة سوريا أن نسب الاستجابة الإنسانية في سوريا منذ بداية العام الحالي تتناقص بنسب عجز تجاوزت 70%، متوقعة أن يشهد العام القادم نسب عجز مرتفعة. وتؤكد الجهات المعنية باستمرار من تخوفها من خروج عدة قطاعات أساسية من الدعم، الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية شمال غرب سوريا.